عند حضرتك. طيب خلينا ناخد معاكم فقره نمبر 1 لان وقتنا خلاص بينتهي يا كابتن. هبتدي بمباراه المصري النهارده. كابتن افضل لاعب في المصري النهارده جريند ولا ايزي ميكا ولا عبد الرحيم دغمو؟ يعني ايزي كابتن بالظبط، ايزي كان ميكا. الاحسن ايزي يعني. طيب ايزي ايزي يا ميكا. افضل لاعب في الاسماعيلي امبارح يا كابتن في ماتش الزمالك، مش امبارح الاول امبارح، مدبولي ولا ياو النور ولا عماد حمدي؟ انا بشوف ياو، لان كمان المجهود الدفاعي اللي بيعمله كابتن محمد غير، يعني جناح بيعمل المجهود اللي كان يتمناه كابتن مصطفى بقى يلاقي حد جنبه كده، بيعمل مجهود دفاعي كبير جدا وبيعمل شغل هجومي عالي جدا، واحنا هنخسره في المباراه الجايه كمان. لا انا شفت مدبولي بصراحه من احسن ماتشاته، يعني من افضل ماتشاته فعلا. طيب افضل صفقه للمصري الموسم ده كابتن مصطفى، حسين السيد، مروان حمدي ولا دغموم؟ انا اعتبره دغموم بامانه يعني. كابتن على الاداء اللي موجود في اللعب، حسين السيد عامل ادوار كبيره جدا مع النادي المصري. طيب افضل صفقه للاسماعيلي الموسم ده كابتن محمد حسن ولا فراس شواط ولا محمود شبراوي؟ كابتن ثلاثه كويسين بس محمد حسن محمد الاحسن. ايوه كابتن ماشي محمد حسن. طيب لاعب تتمنى حصوله كابتن ايمن على فرصه في نادي الاسماعيلي، صالح جمعه ولا حمدي النقاز ولا لعيب اخر؟ شبراوي. شبراوي عايزه يلعب. انا لعيب يلعب كبير، على طول لعيب كبير عايزه يلعب. يعني لا لا صالح جمعه خد فرص صالح كتير، جمعه الحقيقه هو اللي كل الدنيا اديته فرص يعني. وبرده التاني برده لعيب قليل قوي، مش ده. مين؟ شبراوي. لا مش شبراوي احسن. شبراوي. طيب افضل محترف في الدوري الموسم ده كابتن، الياس جلاصي ولا علي معلول ولا رزق حمرو؟ كابتن والله انا شايف رزق حمرون عامل موسم كويس قوي يعني، عامل فعلا عامل موسم كويس جدا مع والله الثلاثه، مش عايز الياس برضو عامل شغل كويس بس جدا كابتن. بس واحد الياس بامانه الياس بالنتائج علي معلول، معلول بالقيمه الفنيه الياس الياس. ماشي افضل مدرب في الاسابيع الاخير، طارق العشري ولا ايمن رمادي ولا تامر مصطفى؟ النهارده امبي كسب 1-0 يعني. ايمن كسب الماتش اللي فات المصري برضو. رمادي. ايه كابتن تامر. تامر لا يعني ايمن، انا متفق تمام مع كابتن مصطفى ان ايمن رمادي اخد حقه مننا كتير، تامر محتاج ان احنا نتكلم عليه بصراحه، عامل شغل كويس النهارده كمان. طيب افضل رئيس في تاريخ نادي المصري يا كابتن؟ طبعا الحاج سيد متولي، مهندس عبد الوهاب قوطه ولا الاستاذ كامل ابو عبد الحاج سيد؟ والله انا اتعاملت مع اثنين، اثنين من افضل الشخصيات. انا اتعاملتش مع مستر كامل، وانا عارف ان امكانياته يعني مع النادي بصراحه امانه ممكن يفيد النادي كتير جدا لو القماشه الناس اللي حواليه تقدر تساعد فعلا، ممكن النادي المصري يستفيد كويس قوي من الراجل ده بامانه. ولكن طبعا الناس اللي انا عاشرتهم حاجه ابواب وحاجه عاليه أوكي. جدا حاجه سيئه طبعا، ده حاجه ثانيه خالص. ده موضوع بس تاني. انت تختار مين فيهم الاثنين؟ الاثنين ابو بوطه وسنتو. طيب ماشي. لا انا اتعاملت مع الحاج سيد الله يرحمه. الله يرحمه. لا تحس ان هو النادي. هو النادي المصري. الله يرحمه. هو بورسعيد. والله سعد. كابتن نورتونا وشرفتونا. الله يخليك مصطفى وكابتن ايمن، يسعد وجودكم دايما. وخلينا يعني نتفق ان احنا منتظرين الاهلي في الماتش الجاي بمنتهى القوه الحقيقه، زي ما قال كابتن ايمن فرصه كبيره جدا، كابتن مصطفى طبعا فرصه كبيره للنادي الاهلي انه يطبق حاجه ممكن يشتغل عليها في المباراة النهائية.